الموضوع اللي جاي اللي عايزين نتكلم فيه او القصه اللي جايه قصه احنا مش يمكن نقول ان هي ما تخصناش، مش في مصر بس، تخص اننا كمان يتشكل وعينا عن يعني ايه احترام القانون، وقد ايه انه كل مؤسسه وكل دوله وكل كيان يقدر يحصل على الاحترام اذا كان الاشخاص اللي بيعملوا معاه محترمين بطبيعه الحال او يفرض الاحترام بقوة القانون. هو بالمناسبة القانون اتعمل مش علشان الناس الكويسين والمؤدبين والملتزمين خالص، القانون اتعمل عشان المخالفين واللي بيقتل واللي بيسرق، اتعمل القانون. واحترام القانون بقى هو الدرجة الأعلى اللي تخلي اللي ناوي يسرق واللي ناوي يخالف يخاف ويقلق، فبالتالي ما يعملش كده ويكتسب الخوف ده من قوة القانون في المكان ده. اللفة اللي أنا بقولها دي القصد منها إيه؟ القصد إنه لما مصر في وقت من الأوقات أغلقت بعض الوسائط الإعلامية بسبب عدم حصولها على ترخيص، كان بسبب إنه الدولة بتحاول ترسي قواعد احترام قوانينها، والدولة من حقها تعمل كده. لما حصل ده في مصر قوبلت مصر بكتير من الهجوم، انه لا يا جماعه انتوا بتمنعوا وسائل اعلاميه انها تبث عندكم. هقول لكم الخبر اللي جاي في سطرين بس عشان نعرف بس انه فكره حق الدوله في الحفاظ على احترام القوانين فيها ده حق مكفول لاي دوله، وما فيش اي حد يقدر يقول ان انا عايز اخترق القانون وعايز اكتسبني عشان دي حريتي، مفيش حاجه اسمها كده. الخبر ببساطة كده إن السلطات التركية أغلقت الوصول إلى موقع الأخبار الألماني دويتشا فيلا، وكمان إلى محطة إذاعة صوت أمريكا في تركيا. ليه؟ لعدم حصولهما على رخصة بث من المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون في تركيا. بس كده، ده الخبر. المؤسستين دول لم يقدما أي اعتراض ضد التحذير الذي وجه لهما مسبقا، وقررتا تقديم خدمات البث على الإنترنت دون الحصول على ترخيص للبث. ممكن حضرتك تقولي ان ده خبر يخصهم، لكن احنا عايزين نرجع نفهم هنا في مصر احنا كيف تدار الامور، وهل حقيقي فعلا اللي احنا بنروجه بينا وبين بعض اننا عندنا مشاكل شخصيه او مشخصنه مع بعض الوسائط الاعلاميه وبالتالي احنا بنمنع البث في داخل مصر ليها ولا لا؟ سعيده جدا ان هجاوبنا عن السؤال ده سياده المستشار محمود فوزي الامين العام للمجلس الاعلى للاعلام، رجل قانون، رجل علم، ويقدر يفتينا في هذا الأمر ما حدث في مصر وما يحدث أيضا حاليا في تركيا. مساء الخير سيادة المستشار، أهلا بحضرتك أولا. مساء الخير يا دكتورة دينا، أهلا وسهلا بحضرتك والسادة. في البداية احنا بنتكلم عن موضوع تراخيص البث، وأقدر أقول إن وأنا بسأل حضرتك النهاردة عن ده بيتزامن كمان مع بداية الحوار الوطني، واللي بالتأكيد من ضمن أجندته فكرة حرية الرأي، حرية الصحافة والإعلام وممارستها بشكل حر في مصر، فالشيء بالشيء يذكر. يعني اللي حصل النهاردة في تركيا من إغلاق لدويتشا فيلا وصوت أمريكا، توصيفه وتصنيفه القانوني إيه؟ سيادتك اشرح لنا. أهلا وسهلا بحضرتك. من حق كل دولة إن هي تطبق دستورها وتطبق قوانينها، ودايما الدولة بتاخد هذه القرارات بما يحكم مصر، يعني بما يحمي مصالحها ويحمي مواطنيها من اي تاثيرات بره. زي ما حضرتك تفضلتي، النهارده تم حجب اذاعه صوت امريكا ومحطه دويتش فيلا في تركيا، لان المحطتين دول لم تحصلا على التراخيص اللازمه. كان المنظم التركي للإعلام من شهر فبراير الماضي طلب من المؤسستين دول إن هم يوفقوا أوضاعهم طبقا للقانون التركي، وطبعا واضح من النتيجة إن ما حصلش توفيق الأوضاع ده، فصدر القرار بالبلوك أو الحجب الوصول للخدمات. حقيقة إحنا مش هنعلق على القرار التركي، ولكن هنقول إن القرار المفروض إن هو صدر طبقا للقوانين التركية وفي حدود الصلاحيات الممنوحة للهيئات المعنية بالإعلام هناك. طب لا، أنا كمان عايز أسأل حضرتك عن ما حدث في مصر من غلق لمواقع مشابهة، كان إيه سببه؟ هل كان نفس السبب؟ وإيه الإجراءات اللي مصر كمان بتحفظ بيها حقها في تنظيم الممارسة الإعلامية داخل أراضيها؟ هو زي ما حضرتك تفضلت في وقت سابق، من حق الدولة التنظيم،
لا يمكن أن يكون نشاط الإعلام وهو نشاط شديد الأهمية خارج حدود التنظيم. مصر عندها دستور وعندها قانون والقوانين بتاعتها واضحة تماما، والقوانين بتاعتنا بالمناسبة تتفق مع المعايير العالمية اللي بتقول لا يمكن لأي وسيلة إعلامية إن هي تباشر النشاط الإعلامي في الدولة إلا بضوابط وشروط معينة. الضوابط بتاعتنا لم تخرج عن أي ضوابط معتادة في أي دولة في العالم. الالتزامات حتى بتاعتنا اللي بتبقى مفروضة على وسائل الإعلام، حضرتك لما حضرتك إعلامية كبيرة تقدري يعني عارفاها طبعا، هي يعني احنا دايما بنقف ضد المحتوى اللي فيه تمييز، اللي فيه كراهية، اللي فيه عنف، اللي فيه إرهاب، اللي فيه إباحية. هي دي الضوابط بتاعتنا اللي هي بتتفق مع أي ضوابط عالمية. ما ينفعش القناة أو الوسيلة الإعلامية أو الصحيفة أو الموقع الإلكتروني يباشر نشاطه دون ترخيص. فإذا باشرت وسائل الإعلام أو الصحف هذا النشاط وتم إنذارها إنها توفق أو ضحى وما امتثلتش، فطبيعي إن بيحصل تعرض قانوني لمثل هذه وسائل الإعلام. أحيانا بيبقى في تعرض لوسائل إعلام مرخصة إذا حصل مخالفة للمعايير والأكواد اللي حضرتك عارفها كويس. إذن سيادة المستشار، الموضوع يعني بس يبدو فيه مفارقة غريبة من ردود الأفعال. أقصد إن إحنا في مصر حصل ردود أفعال شديدة جدا لما حصل الإغلاق. هل إحنا أخفقنا أو أثرنا في التوضيح، إحنا كوسائل إعلام أثرنا في التوضيح، ولا برؤية حضرتك كده كان إيه السبب في الثورات الغاضبة اللي ما زالت لحد دلوقتي بتقول إنه إحنا مش بندي مساحة أو حرية لممارسة إعلامية؟ في كم مثلا وسيلة إعلامية دولية موجودة في مصر وبتشتغل بترخيص تقريبا؟ مش لازم أولا القانون المصري بيكفل للمصريين والأجانب حق ممارسة النشاط الإعلامي بضوابط معينة. إحنا عندنا بالنسبة للصحف أكثر من 100 صحيفة مرخصة، ده بترخيصات محلية، وأكثر من 400 صحيفة مرخصة بترخيصات أجنبية. عندنا وسائل الإعلام فوق ال 100 وسيلة إعلامية. الحقيقة إن إحنا سوق الإعلام والصحافة عندنا يعني لمن يريد أن يدقق النظر قليلا لا واسع ومفتوح. أنا حابب أقول لحضرتك إن مش بس تركيا. إحنا لو رجعنا شوية لورا، لو تفتكري بشهر فبراير الماضي ألمانيا حظرت بس روسيا توداي على أراضيها لنفس السبب أيضا، لأنها لم تحصل على تراخيص. فدي مسألة موجودة في كل دول العالم، ولا يمكن السماح للشخص المحلي أو للشخص الأجنبي أن هو يباشر النشاط الإعلامي دون الالتزام بالقوانين والضوابط والمعايير. فيما يتعلق بإحنا يعني إحنا ليه بنظن ده، حقيقة أن يعني إحنا محتاجين نطلع شوية على التجارب الدولية ونشوف الناس بره بتعمل إيه. الحقيقة يعني مسألة اختراق الأكواد والمعايير والقوانين مسألة لا يوجد بها أي تهاون في الخارج، وإحنا يجب علينا أن إحنا أيضا يبقى عندنا نفس الثقافة دي، لأن في الأول وفي الآخر الأجهزة منظم الإعلام، المجلس الأعلى للإعلام في الآخر بيحمي ابني وابنك وبيحميك وبيحمي من المحتوى الضار، هو مش قصده أي حاجة غير حماية المجتمع أكثر من كده. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيادة المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام. ويعني برضو الشيء بالشيء يذكر، المجلس الأعلى للإعلام وهو يتحدث عن حقه في تنظيم الإعلام هو أيضا يمارس واجبه بكتير من الاقتراب لكتير من الممارسات الإعلامية الخاطئة.